انت يا جدع انت قوم شطبنا خلاص قوم امشي. امشي اروح فين؟ انا لسه ما نمشي، انا عايز انام. تنام ايه؟ ما ينفعش تنام هنا. يا سلام، اشمعنى كل الناس اللي نايمين دي جت عليا انا؟ انا عايز انام، انا عايز انام. لا لا لا، مالكش دعوه بالناس اللي نايمين، دول اعضاء منتظمين. اما تقدم ابقى اعمل لك كرنيه عضويه عامله وضمك ليهم. هتضمني للمنتخب يعني يا خي؟ انا عايز انام. اشمعنى دول كلهم نايمين وانا مش نايم؟ انا عايز انام، انا عايز انام. يا جدع اعمل لك اذا كنت انت هسهس كيس. قوم يا حبيبي، خلي ماما تغني لك اغنيه ماما زمانها تايهه لحد ما تنام. يا سلام، صحيتوا كلكم وعجبتكم النكته قوي. اولا اسمها ماما نايمه، مش تايهه، نايمه. حتى ماما نايمه في الاغنيه وانا مش نايمه، انا عايز انام. يا رب يا رب تجيلكم شوطه تاخدكم كلكم. يا نهار ابيض، انا دعوتي مستجابه بالسرعه دي. اقبض عليهم احد الضابط، دول مستقبلين فيها كلهم يعني. كله سلم نفسه. شكري، انت تاني يا شكري. اسمي الدكتور شكري، وبعدين دي خدمه انسانيه يا حظابط. ما تصدقوش يا حظابط، مفيش عنده انسانيه خالص. صدق حضرتك ما كانش عايزنا ننام. انا عايز انام، انا عايز انام. كمان يا شكري مش عايز الراجل ينام، ده انت سنتك سودة. بس كله من امثالكم، انتم اللي خليتوا الاشكال دي تكبر وتكون ثروات من على قفاكم يا اغبياء. خدوهم. ياخدوا مين حضرتك؟ الحق ده بيقبض عليا حضرتك، ما يقصدنيش انا، يقصد على الراجل اللي هناك ده. لا، انت كمان هتشرف معانا يا استاذ. عايز انام انت. هشرف معاكوا فين؟ اوعى ايدك، انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ هو انا كل ما هاجي اقبض على واحد هيتمطع ويقول لي انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ تطلع مين بقى انت المره دي؟ انا حاجه انا حاجه، انا مش عارف، انا مش فاكر، انا مش فاكر مين. انا قلت خدوهم. حضرتك انا عايز انام، انا عايز انام، انا عايز انام، انا بريء.